بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الدرس سوف نتناول 7.3 Integrating Trigonometric Functions. هذا الدرس هنقسمه إلى خمس أقسام، نقسم هذا الدرس إلى خمس أقسام. الحقيقة الدرس هنا في قوانين كتيرة عايزين نحفظها ونعرف إزاي نطبق عليها ومتى نطبق عليها. هنا مثلا احنا لخصنا الدرس الى خمس اقسام. القسم الاول فيه هيبقى الباور ساين اند كوساين، زي ما انتم عارفين الباور ساين اند كوساين ازاي يحسب ساين لاي قوة اس ان، بس ان يكون عدد صحيح، يعني اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 وهكذا اند سو اون، برضو كوساين اس ان. القانون الحقيقة يعني تشوفه صعب شوية، لكن في تطبيقه بيكون سهل جدا. طبعا احنا بنطبق ده من اول اس 2، لكن ساين لوحده له قانون قبل كده قديم، فانا استخدم هذا القانون في ايه؟ لما يكون من اول اس 2 لغاية 4 او 5. فمثلا اذا حبينا نطبق على ساين اس 2 لان بتتكرر كتير معانا في المسائل، هنقول له تكامل ساين باور 2 اوف اكس دي اكس. شوف هنطبق ازاي. اولا هتقول له ايه؟ ماينس 1 اوفر ان اللي هي كام؟ 2. وبعدين ساين اس ان ناقص 1 يبقى اس 1 يعني اوف اكس، مضروبه في كوزاين كوزاين اكس. وبعدين زائدا ان ناقص 1 يعني 1 على ان اللي هي 2 يبقى 1 على 2، تكامل ساين اس 2 ناقص 2 يعني ساين اس 0 ساين اس 0 ساين اس 0 واي شيء اس 0 بكام؟ ب 1 دي اكس. فيبقى بيساوي نفس الكلام المكتوب زي ما هو زائد النص اكس زائد سي. ده بالنسبه لو كان ساين اس 2. طيب لو كان ساين اس 3، انت عندك هنا بقى تقدر تجيب اي اس مفيش مشكلة، ساين اس 3 اكس دي اكس. نفس الحكاية، اقول له ناقص 1 على 3 ساين اس 2 اكس كوزاين اكس زائدا ان ناقص 1 على ان اللي هو يعتبر 2 على 3، تكامل ساين اس ان ناقص 2 3 ناقص 2 يعني تكامل ساين، بس تكامل ساين اكس دي اكس. طيب تكامل الساين بكام؟ اقول له ماينس كوزاين، يبقى ده يتكتب زي ما هو، وبعدين ماينس 2 على 3 كوزاين اكس زائد سي. وهكذا ساين اس 4 نفس الحكايه، بس ساين اس 4 هيطلع لي هنا ايه؟ هيطلع لي هنا اس 2، فاس 2 اخدها منين؟ من اللي فوقها اللي هي اللي اتحلت قبل كده. نفس الحكايه كوزاين تماما، يعني عاوزك تتدرب عليها تماما زي ما خدناها في المحاضره وزي ما موجوده عندنا في الكتاب. فانا عندي الجزء الاول باور ساين اند كوزاين، وبعدين برودكت ساين اند كوزاين، وبعدين ايدنتيتيز، وبعدين باور سيكتان، وبعدين برودكت سيكتان. خمس اجزاء بالظبط هنمر عليهم ان شاء الله حالا كلهم، بس هنا يحتاج دايما انك تكون عارف ازاي تطبق في القانون. نرجع للكتاب، ادي ساين اس ان وادي كوزاين اس ان اللي هم القانونين الاولانيين. طبعا اثباتهم يتم باستخدام التجزيئ. هنا ممكن تستخدم للساين اس 2 تستخدم له القانون ده عادي في التكامل، والكوزاين اس 2 ممكن تستخدم له برضو القانون ده، لكن بفضل انك تستخدم الباور على طول اللي هو الايه القانون، لانه ده هيطلع لي ساين 2 اكس، هنا هيطلع لي ساين اكس كوزاين اكس. وخصوصا في الدرس القادم احتاج دايما يكون معي ساين اكس كوزاين اكس مش ساين 2 اكس، لا. فممكن يتكامل كده او يتكامل بالقانون او يتكامل بالقانون ده اللي هو القوانين دي قديمه من شابتر 5 او من الحساب المثلثات العادي. هنا عامل ساين تكعيب وكوزاين تكعيب، وعامل ساين اس 4 وكوزاين اس 4، واعتقد يعني مع التطبيق في القانون اكتر من مره سهل جدا ما فيش فيه اي مشكله. بالنسبه للمسائل اكزامبل 1 مش معانا لانه ده حجم دوراني فوليوم ريفوليوشن، وده ان شاء الله هيكون له درس خاص بيه في الابلكيشنز ان شاء الله في شابتر 6.
هنا example 2 بيقول لي احسب لي هنا دخل في الجزء الثاني integration products of sine and cosine، يعني عملية الضرب بين sine product of sine and cosine. يعني مثلا زي السؤال ده اللي هو sine to power 4 cosine to power 5 وsine to power 4 cosine to power 4. الحقيقة هنا لما يكون عندي واحد من دول أس فردي، يكون عندي أس فردي من ساين أو من كوزاين، نفصل واحد من الفردي. تعالوا نشوف القاعدة كده نمشي معاها. يبقى الجزء الأول power of sine and cosine، الجزء الثاني اللي هو product of sine and cosine، عملية الضرب بتاعتهم. فهنا الام اللي هو الأس بتاع الساين والان اللي هو الأس بتاع الكوزاين. بيقول لي لو كان الان فردي أو الام فردي تعمل split off، تفصل واحد من الفردي وتحل عادي وتطبق القانون ده. طب اذا كان الاثنين زوجي، هما الاثنين زوجي، قالك تستخدم بقى القانون اللي هو الكوزاين تربيع بنص واحد زائد كوزاين 2x والساين تربيع بنص في واحد ناقص كوزاين 2x، ويكون الحل عادي خالص. فدي القاعدة اللي بمشي بيها على حكاية الضرب بتاع ساين اند كوزاين. نرجع في الكتاب هنا برضو حطيت القاعدة مرة تانية مفصلة اكتر اهيت. المسألة الأولى اللي هي ساين أس 4 كوزين أس 5، فخليناها هتكون ساين أس 4 وبعدين كوزين أس 5 هخليها كوزين أس 4 في كوزين. هنا بقى سيادتك تاخد دولي كده، تعتبرهم دول مين؟ تعتبرهم دي يو، تعتبر دي يو كوزين، تعتبر انه الدي يو هو مين؟ هو الجزء ده. يعني دي يو، يفضل يعني تكتب دي يو في الاول هتكون اسهل لك، كوزاين الجزء اللي انت فصلته كوزاين اكس دي اكس. طب اليو هو مين؟ نقول له اليو هو ساين اكس. طب ما احنا عندنا ساين اكس هي هتبقى ديت يو، خلاص ما فيش مشكله دي يو، ودولت هم دي يو. طب وديت؟ قال لك دي غيرها، يعني تغير، نقدر نغير الكوزاين بساين عادي. ازاي نغير الكوزين بساين؟ نخليها واحد ناقص ساين تربيع وبعدين الكل تربيع. ليه الكل تربيع؟ لان هي اس 4 فتعتبر اس 2 اس 2، فخليها واحد ناقص كوزين تربيع الكل تربيع، اهي واحد ناقص ساين تربيع الكل تربيع، فيبقى يو اس 4 في واحد ناقص يو تربيع الكل تربيع دي يو. القوس ده طبعا افكه، ما اقدرش اكمل كده غير لما افك القوس ده الاول. افكه ازاي؟ اجيب مربع الاول واضرب الاول في الثاني في 2 واربع الثاني، يبقى يو 4، يبقى كل دول كده مضروبين في مين؟ في يو اس 4. اضرب هتلاقي الناتج ده. طيب كامل، كملنا. طب اعوض اليو مره ثانيه، اخد اليو بساين اكس، اعوض اليو بساين اكس، يبقى ده الحل النهائي بتاعنا. طيب ساين أس 4 كوزين أس 4، هنلاقي هنا الأسس زوجية كلها زوجية، ما فيش فصل بالنسبة للساين والكوزين. طب أعمل إيه؟ أستخدم القانون اللي هو بتاع نص في كوزين 1 زائد كوزين 2X أو نص في 1 ناقص كوزين 2X. هنا الحقيقة المسألة دي هتكون شوية فيها شوية كسور، ولكن إحنا حللنا زيها في المحاضرة، بس كانت ساين أس 2 كوزين أس 2. في هذه الحالة شوف هنا بقى دي أس 4 أس 4، فعملها أس 2 الكل تربيع، الأس 2 الكل تربيع. ساين أس 2 اللي هي نص في 1 ناقص كوزين 2X، وكوزين أس 2 اللي هي نص في 1 زائد كوزين 2X، اللي هو القانون اللي قلنا عليه بنستخدمه في حالة ساين تربيع كوزين تربيع. هنربع النص يصير ربع، ونربع النص يصير ربع، ربع في ربع يبقى 1 على 16، وهنا هضرب الواحد في 1 كده يعني، وكوزين 2x في كوزين 2x، فيطلع لي 1 ناقص كوزين تربيع 2x. كوزين تربيع 2x، كوزين تربيع 2x مرة تانية برضو أربع، أخلي القوس التربيع ده أفكه مرة تانية، فيطلع لي المفروض هنا يطلع لي 1 وبعدين ناقص 2 كوزين تربيع 2x ناقص كوزين تربيع، تربيع يعني كوزين أس 4 لو فكيت التربيع.
ولكن هنا الافضل تاخد الايه الكوزين تربيع ده تعوض عنه مره تانية، بحيث انه انا عندي طبعا القانون اللي هو ساين اكس كوزين اكس بنص ساين 2 اكس اعوض فيه فيطلع لي ساين اس 4 2 اكس في الاخير. طيب ساين اس 4 2 اكس فناخد ال 2 اكس نخليها يو ونعوض ساين اس 4 يو، وبعد ما عوض اطلع ساين اس 4 يو اطلعها من الايه القانون بتاع ساين اس 4 مره ثانيه. ولذلك احنا استبدلنا هذا السؤال اساسا بالتكامل اللي حلينه عندنا اللي هو تكامل ساين اس 2 اكس في كوزين اس 2 اكس دي اكس، محلول عندنا وحله بسيط وسهل. ده رقم 2a و 4a and b. طيب في عندي كمان الجزء اللي هو 4. طبعا هنا عندي عندي الجزء الثالث اللي هو عملية الضرب. عملية الضرب ان هو نعملها زي كده اهيت الثلاث قوانين دولي اللي هي الايدنتيتيز، هنشوفها هنا مع بعض دلوقتي. الجزء الثاني identities of sine and cosine. لو لقيت عندي sine alpha مضروب في cosine beta يعني الاثنين مختلفين، ممكن ده يكون 2x وده 3x مثلا، الاثنين مختلفين عن بعض، فاستخدم القانون ده اللي بيحول من ضرب الى جمع وطرح. لو كان sine sine يبقى بهذا الشكل، لو كان cosine cosine يبقى بهذا الشكل. طبعا لازم تكون حافظ هذه القوانين. فهنا بيقول لي في example 3 بيقول لي evaluate تكامل ساين 7x كوزين 3x. نقول له نعوض بقى بالقانون اللي شفناه اللي هو نص في ساين 7x ناقص 3x يطلع 4x، وبعدين 7x زائد 3x يطلع 10x، واكملها عادي بس بلاحظ ان هنا بقسم على 4، يبقى هنا نص يعني التكامل هنا هيبقى نص ده زي ما هو مفيش مشكلة. التكامل ده يبقى ايه؟ minus 1 over 4 كوزين 4x، واللي جنبه يبقى كام؟ minus 1 over 10 كوزين 10x كده، والنص ده مضروب فيهم كله. فهنا نص في ربع يطلع دي تم والسالب موجوده، وكوزين 4x، ودي نص في 1 على 10 يبقى 1 على 20 كوزين 7x. نيجي للجزء اللي بعد كده في الترتيب بتاعنا احنا ماشيين اللي هو الانتجريتنج باور اوف تانجنت اند سيكانت اللي هو عملية حاصل ضرب. طبعا اي واحد من دول ممكن يجيلي، مثلا لو احنا خدنا تمرين مثلا وليكن نقول مثلا على الاخيرة ديت، مثلا لو قال لي عاوز تكامل كوزين مثلا 2x في كوزين 5x dx، هنا في الحالة دي لازم استخدم القانون الثالث، فأقول له بيساوي ايه؟ نص تكامل كوزين 2x كوزين 5x، يبقى القانون الثالث يبقى في كوزين عندي كوزين 2x minus 5x يبقى minus 3x زائد كوزين مجموعهم اللي هو 7x dx. لاحظ طبعا ان الكوزين ومعاه زاوية سالبة يتحول الى موجب، لكن لو كان ساين ومعاه زاوية سالبة السالب يخرج بره حسب القوانين اللي كنا خدناها زمان، اللي هي لو قلت ساين مثلا زاوية سالبة ماينس x ده بيساوي ماينس ساين x، على اساس ان الساين دالة اود فانكشن دالة فردية، كوزين ماينس x بيطلع كوزين x على طول باعتبار ان الكوزين دالة even او دالة زوجية، ولذلك فالسالب ده ملوش قيمة، يعني ممكن انا اشطبه خالص لان هو السالب داخل الكوزين يطلع موجب يعني، اما لو كان ساين فيطلع برا الساين، يبقى ده نص في هقول له واحد على تلاتة ساين
اكس ان كوزين تكامله ساين، وهنا 1 على 7 ساين 7 اكس زائد سي. تضرب بعد كده نصف في ثلث يطلع سدس، ونصف في 1 على 7 يطلع 1 على 14. يبقى ده كده الجزء الاول اللي هو الباور ساين اند كوزين، والجزء الثاني برودكت ساين اند كوزين، والجزء الثالث اللي هو ايدنتيتيز اوف ساين اند كوزين. ممكن يجي لي ساين ساين او ساين كوزين، ما فيش مشكله اي واحد. بعد كده نيجي على الجزء الثالث اللي هو مين بقى؟ الباور سيكانت اند تانجنت، اللي هو الاس بتاع التان وبتاع السك. يختلف شويه عن الساين والكوزين، لكن هو التطبيق فيه عادي جدا، ما فيش اي مشكله. طبعا تكامل، لو انا جيت على التان مثلا، تكامل التان لوحده له تكامل خاص بي، فما يحتاج خلاص تكامل التان اس واحد ما ينفعش مع القانون ده، لازم اتنين وزياده. طيب تان اس اتنين، هنا تان اس اتنين الحقيقه ممكن استخدمه مع هذا القانون، وممكن استخدمه مع القانون التاني اللي هو ويكون افضل، يعني تان اس اتنين اكس دي اكس دي ممكن اعملها بطريقتين، الطريقه اللي قدامك دي عادي، او الطريقه الثانيه. هنقول الطريقتين عشان برضو نكون ايه فاهمين الفكره. هنا نقول له واحد على ان ناقص واحد يعني واحد. طيب وهنا تان، هيبقى تان تان اس ان ناقص واحد، تان اكس ناقص تكامل تان اس ان ناقص اتنين يعني اتنين ناقص اتنين، تان اس زيرو يعني واحد دي اكس، فحيساوي تان اكس ناقص الواحد تكامله اكس زائد سي. دي طريقة، دي طريقة بمين؟ بالقانون اللي عندنا. طب في قانون تاني هيكون افضل من ده كمان، يعني اخد التان تربيع ده نقول له التان تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي سيكنت تربيع اكس ناقص واحد. جبناه منين القانون دوت؟ ده طبعا موجود في القوانين الاولى بتاعت اللي هي الورقة الاولى بتاعتنا، اللي هي من ضمن قوانين حساب المثلثات، ان التان تربيع بيساوي سيك تربيع ناقص واحد. طب جاية منين الحكاية دي؟ جاية من انه كان ساين سكوير اكس بلس كوزين سكوير اكس بيساوي واحد، فلو قسمت الطرفين كلهم على كوزين سكوير اكس هتلاقي ان ساين سكوير على كوزين سكوير هو تان سكوير، وكوزين على كوزين يطلع بواحد، وواحد على كوزين زي ما انتوا عارفين يطلع سيكنت سكوير، ولذلك فالتان سكوير بيساوي ايه؟ نقول له سيكنت سكوير ناقص واحد، يعني الواحد يروح الجهه الثانيه اللي هو القانون ده. شوف جه منين؟ فلما اجي اكامل سيك سكوير يطلع تان اكس، والواحد يطلع باكس وزائد سي، طلع نفس الكلام اهو بالظبط. ده بالنسبه لتان وتان تربيع. طب تكامل التان بس بكام؟ نقول له عندي حاجتين، اما لين سك واما ماينس لين كوزاين، ودي من القوانين الاساسيه عندنا في بدايه الايه الدروس. طيب تعالوا نشوف تان تكعيب كده يبقى شكله ازاي. تان تكعيب نقول له تكامل تان تكعيب، عوض كده في القانون مباشره، هقول له واحد على 3 ناقص 1 يعني كام؟ 2 تان اس 3 ناقص 1 يعني كام؟ اس 2 اكس ناقص تكامل تان اس 3 ناقص 2 يعني كام؟ يعني تان بس تان اكس دي اكس، فيبقى ده بيساوي نص تان اس 2 زي ما هو ناقص تكامل التان بكام؟ قلنا بلين سك اكس زائد سي. ممكن اعمل تان اس 4 بس هيطلع لي هنا كام؟ هيطلع لي هنا تان تربيع، تان تربيع اجيبه من اللي قبل كده ما فيش مشكلة. برضو السك نفس الكلام، اخد السك اس واحد طبعا تكامل السك اكس اس واحد يعني، هذه ما تنفع باستخدام هذا القانون لان ده من اتنين وفوق. طب والسك دي تكاملها ايه عندنا؟ نقول له السك تكاملها بلين سك اكس زائد تان اكس، ده تكامل قديم عندنا. طب جه منين الكلام ده؟ نقول له اه ما احنا هنا بنضرب بسطا ومقاما في سيك زائد تان،
فبيطلع البسط مشتق للمقام فيطلع لين سيك زائد تان، حتى ان الكوسيك كمان بلين كوسيك ماينس كوتان. طيب لو عايز تكامل سيك تربيع، نقول له سيك تربيع برضو مش محتاج القانون. ليه يا عم مش محتاج القانون؟ لان سيك تربيع له تكامل من القواعد الاولى اللي هي بتاعت التكاملات، يبقى بتان اكس زائد سي، يعني المشتق التام سيك تربيع. طب القانون ده يبدا منين؟ نبدا من التكعيب بقى، لان التكعيب هو اللي هيكون في عنده مشكله. فنقول له هنا نبدا من تكامل سيك تكعيب، عوض كده معايا، هيبقى واحد على تلاتة ناقص واحد بكام؟ اتنين. سك أس إن ناقص اتنين يعني كام؟ أس واحد يعني إكس في تان إكس زائد إن ناقص اتنين اللي هو واحد على إن ناقص واحد اللي هو اتنين، تكامل سك أس إن ناقص اتنين يعني سك. طبعا ده زي ما هو نفس الكلام، وبعدين زائد نص تكامل السك بكام؟ أقول له بلين سك اكس زائد تان اكس زائد سي، ده السك تكعيب. طب سك اس 4 نفس الحكايه، بس هيطلع لي هنا في التاني سك تربيع، وسك تربيع بكام؟ بتان، يعني نعمل كمان تكامل سك اس 4 اكس دي اكس، فيساوي كام؟ نقول له 1 على 3 سك اس 2 اكس تان اكس زائد 2 على 3 تكامل سك أس 2 إكس دي إكس. طبعا أنتوا عارفين سك أس 2 تكامله كام؟ تان، تان إكس زائد سي، وده زي ما هو. دي كده اللي هي الباور أوف سيكنت أند تانجنت. الجزء بقى الأخير في هذا الدرس، إحنا قلنا دلوقتي في عندي باور ساين كوزاين، في برودكت ساين كوزاين، وفي أيدنتيتي ساين كوزاين، وفي باور سيكنت اند تانجنت، وفي كمان اخر شيء اللي هو برودكت اوف سيكنت اند تانجنت، اللي هو يعني ما يكون سيك وتان مع بعض في سؤال واحد، اللي هو المنظر ده تان اس ام سيك اس ان. هنا في هذه الحاله لو كان الان زوجي يبقى ممتاز جدا، هفصل منه ايه؟ اخد سيك تربيع، افصل سيك تربيع. طيب لو كان الام اود اللي هو الاس اللي مع الايه؟ اللي مع التان، يبقى افصل سك تان مع بعض، افصل سك وتان. طب لو كان الام ايفن والان اود، نقول له في هذه الحاله نحول الى سك اكس الون، يعني احول كل المساله الى سك اكس واعملها بالباور سيكنت. تعالوا نشوف كده الامثله اللي عندنا، ادي التان والسك اهمت. بيقول لي ان التان في الاصل كان بلين سك او ما بيساوي برضو ماينس لين كوزاين، ما فيش مشكله، ده صحيح وده صحيح. يعني هنا برضو ممكن اقول هنا زود اقول يساوي ماينس لين كوزاين زائد سي، ده صح وده صح. تكامل السك اكس نفسه بيساوي لين سك زائد تان، ماشي. تكامل السك بعد كده تربيع، ده معروف ان هو التان. هنا بيوريك ازاي جت التان بساين على كوزاين بماينس لين كوزاين بلين سك، لان الماينس لين كوزاين الماينس ده يتحول لاس ويخلي الكوزاين ينزل تحت فيتحول لسك، فيبقى لين كوزاين بماينس لين واحد على كوزاين. بعد كده سك تان تربيع طلع بايه؟ بتان اكس زائد ناقص سي، دي حلناها شفناها مع بعض الطريقتين، لكن سك تربيع يطلع بتان، هذا قانون من القوانين القديمة. طيب تان تكعيب يطلع بهذا الشكل، سك تكعيب يطلع بهذا الشكل. احنا زودنا من عندنا تان أس 4 وسك أس 4. الانتجريشن برودكت اوف تانجنت اند سيكنت بهذا الشكل، وهنا مفصلة برضو اكتر، هنا سبليت اوف سك سكوير، هنا سبليت اوف سك اند تان، هنا نخليها تعتبر على سك بس، ونستخدم هذا القانون. ثلاث قوانين طبعا موجوده عندنا قديمه. اكزامبل 4 عندي A و B و C. تان اس 2 سك اس 4 دي زي الفل، هفصل تان هفصل A اخلي سك اس 2، خلينا هنا عشان نشوف بقيه الحل كده.
ادي تان سيك اس 4 دي، طالما الاس بتاع زوجي اخليها سيك اس 2 في سيك اس 2. طبعا تاخد دولي كده مع بعض دي يو مباشرة، ناخد دي يو بكام؟ بسيك اس 2 اكس دي اكس. في هذه الحالة يبقى اليو بتاعها كان مين؟ اللي هو اللي كان يشتق يطلع سكة تربيع، أقول له تان. طب ما هو التان عندنا موجودة أهي، يعني دي هتخليها يو تربيع دي. طيب وسك تربيع اكس دي اكس تبقى دي يو. طب والسك تربيع عامل فيها إيه؟ السك تربيع بقى أخليها أنا بتان تربيع زائد واحد. كده بهذا الشكل. خليها بتان تربيع زائد واحد. يو تربيع في يو تربيع يبقى يو اس 4. يعني هنا طبعا هو هنا فصل خليها بالشكل ده، هيبقى ده عبارة عن تكامل يو اس 4 زائد يو تربيع دي يو. هيكامل يبقى يو 5 على 5، يو 3 على 3 زائد سي. يعوض عن اليو بتان اس 5 بتان اس 3 زائد سي. اتفضل يا حبيبي حياك الله. لا ولا يهمك حبيبي. بعد ما اكمل يو اس 4 يو اس 5 على 5 زائد يو اس 3 على 3، اعوض مره ثانيه اللي هو بتساوي تان. نيجي لو كان تان اس 2 اما لو كان تان اس 3 سك اس 3 يبقى هنا لازم اعمل سبليت اوف لسك مع تان، يعني اخد واحد سك وواحد تان. فهنا فصلنا تان تكعيب خلناها تان تربيع في تان، وسك تكعيب سك تربيع في سك. فناخد طبعا دلوقتي ناخد السك تان ونعملها دي يو. فهنا لما فصلنا واحدة سك وواحدة تان، ليه فصلنا واحدة سك وواحدة تان؟ لأنه الأس هنا بتاع التان فردي وده كمان فردي، يبقى هنا ده عبارة عن إيه؟ كل دول دي يو. طيب مين اليو بتاعهم؟ سك، يبقى ده يو، يو تربيع يعني. طيب والتان اغيرها بقى، اغيرها خليها كام؟ سك تربيع ناقص واحد، يعني يو تربيع ناقص واحد. يبقى اصبح هنا يو تربيع ناقص واحد مضروبا في يو تربيع، اضرب الاول وبعدين اكامل. يعني اقول يو اس 4 ناقص يو باور 2 دي يو. هيكون تكاملهم بهذا الشكل ونعوض وتبقى الحكايه سهله خالص. طيب الاس بتاع التان زوجي والاس بتاع السك فردي. في هذه الحالة يقول لك حول لي كل المسألة إلى سك. إزاي؟ أخد التان تربيع أخليه كام؟ أخليه سك تربيع إكس ناقص واحد وأضربه في سك، فيطلع سك تكعيب ناقص سك. طب سك تكعيب إزاي؟ بالقانون بتاع الباور سك أطلعه. طب وسك بس موجود عندنا اللي هو لين سك زائد تان، وأدمجهم مع بعض لأنه الجزء الترم ده كله زي الترم ده تقريبا، ده ونص وده كام؟ ناقص واحد، فيبقى كله سالب نص، يبقى ده الناتج النهائي. بكده يكون انتهى الجزء اللي هو 7-3 اللي هو مقسم الى خمس اجزاء زي ما قلنا: باور ساين كوزاين، برودكت ساين كوزاين، تريجنومتريك ايدنتيتيز، والباور سكتان والبرودكت سكتان. ارجو يكون فاهمين فكره ازاي اقسم كل سؤال او كل فقره من دي على حسب نوعه وازاي احل كل واحد. نيجي للجزء بتاع التمارين. طبعا ده applications يعني ممكن تقراه بس كإضافة معلومات، لكن التمارين عندنا الكويك تشيك صفحة 122 رقم 2 اللي هو ده A و B و C و D. طبعا بنقدر ان احنا سك تربيع طبعا تكامله من دي من التكاملات يعني اللي هي ايه الأساسية المعروفة اللي هي ملهاش علاقة بالدرس صحيح، لكنها مطلوبة في هذا الدرس. ده السك تربيع بتان اكس زائد سي، ده التان تربيع أعوضه أقول له أخليه كام أنا بقى؟ أخليه سك تربيع اكس ناقص واحد زي ما قلنا بالظبط وإحنا بنحل، فيساوي تان اكس ناقص اكس زائد سي. طيب سك بكام؟ أقول له بلين سك اكس ناقص زائد تان اكس. طيب تكامل تان بس بكام؟ اقول له بلين سك اكس زائد سي.
أو ممكن أقول له ماينس لين كوزين إكس زائد سي. بعد كده عندنا رقم في المسائل نفسها بعد الكويك تشيك. هلاقي عندي رقم صفحة 122 رقم 7 اللي هي ساين ألفا إكس كوزاين ألفا إكس أو ساين إي إكس كوزاين إي إكس. هذه المسألة تقريبا بالذات يعني عشان هي فيها رموز نحلها مع بعض. نشوف كده ورقة فاضية. المسألة بتقول ساين اي اكس كوزاين اي اكس. رقم كام هي؟ رقم 7. تكامل ساين اي اكس كوزاين اي اكس يعني نفس الزاوية ساين اي اكس كوزاين إكس. حقيقة لها أكثر من طريقة للحل. هذه المسألة لها أكثر من طريقة للحل. لكن يعني أفضل طريقة يعني حل بها هنا نحن نأخذ دول نخليهم دي يو. فيبقى اليو ساين إكس والدي يو بأي كوزاين AX DX. جت منين الـ A الجديدة دي؟ نقول له طبعا لما اشتق ساين AX يطلع كوزاين AX مضروبا في مشتقة الزاوية اللي هي الـ A. طبعا هنا ما عنديش الـ A بسيطة ما عنديش الـ A يبقى انا اخد احط هنا A الـ A كرقم يعني واحط بره كام؟ 1 على A. فيبقى اذا الـ DU اصبحت هي كل الـ A المجموعة دي كلها DU وده هو مين؟ اليو. فيبقى التكامل كله يساوي 1 over A integration of U DU وده تكامل كلنا عارفينه ما فيش فيه اي مشكلة خالص. فبيساوي U square over 2 مضروبا يعني فيه U square over 2 plus C. U square يعني sin square يبقى ده 1 على A ساين سكوير اي اكس اوفر 2 بلس سي. طيب في طريقة تانية للحل برضو جميلة اللي هي اني اخد القانون اللي بيقول لي ساين 2 اكس يساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس. فانا عايز دلوقتي ساين اي اكس كوزاين اي اكس يبقى ساين 2AX يعني اخلي هنا الـ AX AX هتدخلهم بدل الـ X واقول له هنا ساين 2AX يساوي ايه؟ 2 ساين AX كوزاين AX. فاستبدل دول كلهم واخليهم ساين 2AX واكملها عادي. في طريقة ثالثة كمان ممكن ايضا استخدم ايضا الايدنتيتيز اللي هي الساين الفا كوزاين بيتا. يعني ممكن كمان استخدم طريقه ثالثه بس الطريقه دي طبعا تعتبر هي افضل افضل طريقه. بعد رقم 7 عندي رقم 13 ورقم 21. رقم 13 طيب نشوفهم كلهم مع بعض. 13 هنا 13 هي ساين 2x كوزاين 3x. طبعا دي اللي هي الايدنتيتي بتاعتنا اللي هي اول حاله هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اللي هي القانون بتاع نص اللي هي الايدنتيتيز. اوريها لكم اهي كمان برضو الايدنتيتيز الثلاثه اللي هم دول. اول قانون هو اللي هستخدمه في هذا السؤال فاقول له بيساوي خلينا ناخد لها ايه قلم يساوي احط الواحد على اتنين تكامل طبعا ده ساين كوزاين فيبقى ساين الفرق بينهم ساين ماينس اكس زائد ساين مجموعهم اللي هو ساين 5 اكس دي اكس.
ساين ماينس اكس ماينس ساين اكس، يعني الافضل اطلع الاشاره برا الاول، يبقى ده بيساوي ماينس ساين اكس زائد ساين 5 اكس. التكامل الساين المفروض ساين ماينس كوزاين، وفي عنده ماينس فيبقى كوزاين على طول، يبقى نص كوزاين اكس زائد ساين 5 اكس، يبقى 1 على 5 كوزاين 5 اكس. في اشاره سالب كمان هنا عشان ساين بايه؟ بماينس كوزاين زائد سي. دي اللي هي رقم كام؟ رقم 13. طيب في عندي كمان رقم 21 بنفس الطريقه تماما، اهي ساين كوزاين نفس الحكايه تماما، بس هنا هيبقى من 0 الى باي على 6 حدود تكامل، نطلع حدود تكامل مفيش اي مشكله خالص. رقم 21 اللي هي تكامل ساين 4 اكس كوزاين 2 اكس بنفس الطريقه، هقول له برضو نص، انا هحل على طول مش هحط القانون، يبقى نص تكامل الفرق بين الزاويتين يعني ساين 2 اكس، ومجموع الزاويتين يبقى ساين 6 اكس، بس هنا التكامل from 0 to باي اوفر 6. طبعا باي اوفر 6 يعني معناها 30 درجة، يبقى ده بيساوي نص في، لما اجي اكامل يبقى هنا 1 على 2 كمان، وبعدين هيبقى كوزاين 2 اكس وياخد اشارة سالب، وهنا ماينس 1 اوفر 6 كوزاين 6 اكس. from 0 to باي اوفر 6، باي اوفر 6 لما اضربها في 2 هنا تبقى باي اوفر 3، يعني هنا ادي نص في نص يبقى ربع في كوزاين باي اوفر 3. باي اوفر 3 يعني كام درجه؟ 60 درجه، تحسبها كوزاين 60 شوفها بكام مفيش مشكله خالص، وبعدين نص في دي يبقى 1 على 12 كوزاين 6 اكس، وهي باي على 6 يبقى كوزاين باي، بس كوزاين باي يعني كوزاين 180 درجه، يبقى كل دولي اللي هم التعويض بتاع مين؟ بتاع الباي على 6، اعوض كمان عن 0، اعوض كل دول عن 0. طبعا كوزاين 0 ايا مكان بواحد، يعني كوزاين 2 في 0 كوزاين 0 بواحد، وهنا كوزاين 0 بواحد، يبقى هاخد بس الارقام اللي هي نص مضروبا في ناقص نص في واحد يعني ناقص سدس، احسبهم بالحاسبه دول كلهم واحسب دول كمان واطرحهم من بعض يطلع لي الناتج كتكامل محدد اللي هو رقم كام؟ 21. ايضا في عندي الاسئله الثانيه اللي هي بتاعه الباور تريجونومتريك اللي هم يعتبروا رقم كمان 1 و3، هيجي هنا معانا كلهم مكررين يعني اعتقد ما فيش فيهم حاجه جديده، اللي هم دول 1 كوزاين تكعيب ساين، طبعا تفصل هنا كوزاين بس او تفصل ساين مفيش مشكله، هي مفصوله جاهزه. رقم 3 برضو ساين اس 2 2 ثيتا 5 ثيتا مفيش مشكله، ممكن تاخد اليوب 5 ثيتا من الاول عشان ما يحصلش مشكله بالنسبه للرقم 5، لان انت هتقسم هنا على 5، فيبقى هنا تاخد اليو بتساوي 5 ثيتا، والدي يو بتساوي 5 دي ثيتا، فانت محتاج هنا تحط 5 وتحط بره 1 اوفر 5، فيطلع 1 اوفر 5 انتجريشن اوف ساين سكوير يو دي يو. ممكن تعمل كده وتكمل ساين سكوير عادي زي ما شفنا في القانون وترجعها بعد كده بثيتا. ممكن تاخد الحل الثاني الافضل في السؤال دوت، طالما ساين سكوير بس تاخد القانون اللي هو بيقول ان ساين سكوير بكام؟ بنص في 1 ناقص كوزاين ضعف الزاوية، ضعف الزاوية تبقى كام؟ هي 5 ثيتا، تبقى 10 ثيتا دي ثيتا، وكده يبقى أفضل يعني في الحل وأسرع، لأن كوزاين 10 ثيتا تبقى 1 على 10، 1 على 10 ساين 10 ثيتا زائد ثي، وهنا الواحد يبقى بثيتا، وهنا النص بره مضروب فيهم، ده حل صحيح وده حل صحيح، بس هنا يحتاج تكملة انك تكمله باستخدام القانون العام.
سبعة شفنا سبعة حليناها، تسعة ساين تربيع كوزين تكعيب تي دي تي، كوزين تكعيب أخليها كوزين تربيع تي في كوزين تي دي تي، وساين تربيع زي ما هو مفيش مشكلة. في هذه الحالة هاخد كوزين تي دي تي وخليها ايه يو، خليها دي يو، اسف خليها دي يو. اليو هنا هيبقى هو ساين فيبقى ده يو تربيع. طب والكوزين اخليها انا بقى ايه، واحد ناقص ساين تربيع، اضرب يو تربيع هنا في واحد يطلع يو تربيع، ويو تربيع في يو تربيع يبقى يو اس اربعة، واكامل عادي يبقى يقص 3 على 3 يقص 5 على 5، ورجع اليو مره تانية اللي هي بكام، كانت بساين. حلين زيها موجوده مفيش مشكله خالص. دي رقم 9. بعد كده نيجي لرقم 11، ساين تربيع كوزين تربيع دي اتكلمنا عليها، وهنا لابد اني استخدم القانون بتاع نص في واحد ناقص كوزين 2 ثيتا ونص في واحد زائد كوزين 2 ثيتا، يعني هشيل الساين تربيع كوزين تربيع وعوض عنهم بالقانون اللي هو واحد منهم نص في واحد ناقص كوزين 2x في نص في واحد زائد اللي هي تبع كوزين تربيع كوزين 2x تكامل. وبعدين هضرب طبعا دون دي اكس، هضرب نص في نص يطلع ربع تكامل واحد ناقص كوزين تربيع 2x. طبعا كوزين تربيع برضو ما يتكملش الا انك انت تحوله مرة تانية الى القانون نفسه، يعني يقول ربع تكامل الواحد زي ما هو واحد ناقص كوزين تربيع 2x هيبقى نص في واحد زائد كوزين 4x ضعف الزاوية dx، كده يكون التكامل أصبح تكامل إيه بسيط وسهل، فيطلع واحد على أربعة. التكامل واحد هنا يطلع إيه، يطلع X ناقص نص زي ما هو، الواحد اللي جوه كمان يطلع X زائد الكوزين 4X يبقى واحد على أربعة ساين 4X زائد C، كده كملنا خلاص. تضرب بقى نص في X تطرح X ناقص نص X، يعني هنا يطلع ربع في الأخير، اكس ناقص نص اكس يبقى هنا نص اكس، وبعدين نص في ربع يبقى ناقص تمن ساين ساين لحظة ساين فور اكس زائد سي. ده بالنسبة لرقم 11. بعد كده رقم 29، تان تربيع سك تربيع دي طبعا يعني تعتبر كأنها محلولة، تان تربيع سك تربيع ما تحتاج حل لأنه مفصولة وجاهزة وتمام. فأنا أخد بالضبط سك تربيع اكس دي اكس كلها كده تبقى دي يو. طب وده يبقى يو اللي هو اليو بتان يعني، فيبقى ده يو تربيع، يبقى تكامل يو تربيع دي يو مفيش فيها مشكلة خالص. ده بالنسبة ل 29. 33 سك أس 5 تان أس 3 دي طبعا تفصل منها واحدة سك وواحدة تان. تعال نحلها دي لأن عندي المسائل كويسة. نفس الواحد سك وواحد تان، خلينا في نفس الدرس اللي هو البرودكت أوف تانجنت أند سيكانت أهوت. رقم 33 هيبقى السؤال يكتب بهذا الشكل، تكامل سك أس 4 إكس تان أس 2 إكس في سك اللي أنا فصلتها من السك أس 5 وتان اللي أنا فصلتها من التان أس 3. طبعا كل دولي هيبقوا دي يو، واليو هو مين؟ هو السك، ده هيبقى يو أس 4. طب والتان أعمل فيه إيه؟ أغيره أخليه سك تربيع ناقص واحد، ويصبح هذا التكامل بهذا الشكل، يو أس أربعة في يو تربيع يبقى يو أس ستة ناقص يو أس أربعة دي يو.
أكامل يبقى يساوي يو أس 7 على 7 ناقص يو أس 5 على 5 زائد سي. يو أس 7 اليو في الأصل كان هو مين؟ سك. يبقى ده في الآخر يساوي سك أس 7 على 7 سك أس 5 على 5. بعد كده عندي رقم 43، وده طبعا واضح قوي انه طالما السك أس 4 هخليها انا ايه، سك أس 2 اكس في سك أس 2 اكس دي اكس. هاخد سك أس 2 اكس دي اكس، هاخدهم كلهم بكام؟ بدي يو. طب واليو هو مين؟ اقول له اليو هو التان ده، يبقى ده يو. طب والسك أس 2 اللي فضلت من هنا اغيرها بيو تربيع زائد 1. طيب السؤال ده كله اصبح ايه شكله؟ اصبح شكله كده اللي هو 43. هيبقى تكامل جذر يو في يو تربيع زائد 1 دي يو. طب جذر يو اضربه ازاي هنا؟ اخليها هنا يو اس نص، فيبقى يو اس نص في يو اس 2، يبقى ده بيساوي تكامل يو اس 5 على 2 زائد يو اس نص دي يو. طب يو اس 5 على 2 يتكامل ازاي؟ يو اس 7 على 2 على 7 على 2، ويو اس 3 على 2 على 3 على 2، وارجع اغير اليو مره ثانيه بتان اكس. 49 اخر سؤال. بيقول تكامل كوتان اس 3 كوسيك اس 3. طبعا كوتان اس 3 كوسيك اس 3 زي ما بعامل التان والسك برضو عامل الكوتان كوسيك، ما فيش مشكله خالص. طيب الاس بتاع الكوسيك هنا فردي، ما ينفعش افصل كوسيك تربيع. طب ده فردي والكوتان كمان فردي، فافصل ايه؟ افصل كوسيك وكوتان يعني مع بعض زي ما بفصل سيك تان بالظبط، فيبقى كوتان تربيع كوسيك تربيع في كوتان اكس كوسيك اكس دي اكس. طبعا كل دول هيبقى هما المفروض دي يو، واليو بكام؟ اليو كوسيك. فيبقى لو كانت اليو كوسيك هيبقى الدي يو بكام؟ هنا بقى في ماينس اشاره، ماينس كوسيك اكس كوت اكس دي اكس. يبقى احنا محتاجين اشاره سالب لدول مضروبه، يبقى احط اشاره سالب بره، يبقى ده بيساوي سالب تكامل. طبعا الكوتان تربيع، الكوسيك تربيع خلاص بيو تربيع مفيش مشكله. طب والكوتان تربيع زي التان بالظبط، هيبقى كوسيك تربيع ناقص 1. يبقى كل ده اصبح يو تربيع ناقص 1 في يو تربيع دي يو. طب والاشاره السالب دي ليه؟ لان مشتقه الكوسيك بماينس كوسيك كوتان، تضرب الاول وبعدين تكامل بنفس الفكره، يبقى يو اس 4 ناقص يو اس 2 دي يو. اذا دخلنا الناقص دي داخل القوس هتبقى دي موجب، ويبقى كل الناتج عباره عن سالب يو أس 5 على 5 زائد يو أس 3 على 3 زائد سي. رجع اليو قيمتها الأصلية اللي هي كانت إيه؟ كوسيك إكس. وده كان آخر سؤال في الإكسرسايز. نرجع نمر كمان على الهوم وورك زي ما أنتم واخدين بالكم من الفكرة بتاعتنا، لكن مش هنحله، هناخد بس لو كان في أي فكرة أو حاجة يعني مش ما مرناش عليها هنتكلم فيها شوية. صفحة 122 رقم 4 6 8 و10 و12. 4 اللي هي ديت عادية ما فيهاش مشكلة، 6 كوزين تكعيب اي تي برضو عادية ما فيهاش مشكلة، بس الأفضل هنا لو كان عندك 3 اكس أو عندك اي تي تاخدها بيو. يعني هنا الأفضل ما تحلش بقى 3 اكس على طول، لأ، تاخد يو بتساوي 3 اكس، ودي يو بتساوي 3 دي اكس. فمحتاج هنا كمان للدي يو هنا محتاج 3، فتضرب هنا في تلت، فيبقى المسألة تلت تكامل كوزين تربيع يو دي يو، وتحلها كوزين تربيع عادي. برضو هنا اي تي اخد يو اي تي، ودي يو بتساوي اي دي تي، فمحتاج هنا اي ومحتاج هنا 1 على اي، فيطلع ليا التكامل اصبح 1 على اي تكامل كوزين تكعيب يو دي يو، واكامل كوزين تكعيب زي ما كملناه في الباور ساين اند كوزين. 4 6 8 10
ساين تكعيب كوزين تربيع افصل واحد من الأس الفردي اللي هو ساين تكعيب ده، يعني اخليه تكامل ساين تربيع اكس كوزين تربيع اكس اللي انا خدتها من هنا احطها ساين اكس دي اكس. ناخد دول كلهم بكام؟ اقول له دول هيبقوا تي دي يو، فاليو بتاعهم بكام؟ اليو كوزين كوزين اكس، فيبقى الدي يو بكام؟ بماينس كوزين وماينس ساين اكس دي اكس، يبقى ده محتاج ماينس، احط بره ماينس. طيب اليو كوزين تربيع اكس مفيش مشكله. طيب اليو اللي هو الكوزين هيبقى كوزين سكوير اكس. ايوه بعد كده هنا عندي الساين اكس دي اكس، قلنا ان هو بالدي يو، حطينا له سالب وحطينا سالب بره، يبقى كل السؤال هيصبح ماينس انتجريشن اوف. طبعا كوزين سكوير ده بيو سكوير اللي هو انا اخدت اليو كوزين. طب والساين اخليها واحد ناقص كوزين تربيع، يعني كده، فيبقى 1 ماينس، لاحظ الفكره مكرره في كل المسائل، 1 ماينس يو سكوير في كوزين سكوير اللي هي مين؟ يو سكوير. طيب وساين اكس دي اكس اللي هي مين؟ دي يو، بس كان عندها ماينس وحطينا ماينس بره. طيب اكامل ولا اضرب الاول؟ طبعا لازم اضرب الاول، فيبقى بيساوي تكامل يو سكوير ماينس يو تو باور 4 دي يو، ولما اكامل يو تو باور 3 اوفر 3 تو باور 5 اوفر 5، والماينس تضرب في داخل التكامل يبقى ماينس يو تو باور 3 اوفر 3 بلس يو تو باور 5 اوفر 5 بلس سي، وتكمل اخر خطوه تعوض عن اليو بكوزين اكس. دي كانت رقم 10. عندي بعد كده 12، رقم 12 نلغي هنا، رقم 12 ساين سكوير كوزين تو باور 4. طالما في اللي هنا الاكسبوننت ايفن زوجي، يبقى لازم استخدم القانون اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع 1 اوفر 2 1 ماينس كوزين 2 اكس اللي هو ضعف الزاويه. هنا طبعا احنا حلينا ساين سكوير كوزين سكوير، وحلينا ساين 4 كوزين 4، ده ساين 2 كوزين 4. هديكم البدايه وانتوا ايه تكملوها، طبعا يعتبر طبعا ده تمرين واجب. طبعا ساين 2 مضطر ان انا اعوض عنه بالقانون اللي هو 1 اوفر 2 1 ماينس ساين 2x. طيب والكوزين 2 باور 4 هقول له 1 اوفر 2 1 بلس كوزين 2x، ولكن ده عليه باور 2 لان يعني اللي جوه باور 2 وهو باور 4، فيبقى عندي هنا كمان باور 2 دي اكس. طبعا نفكك الاقواس، ده كوزين 2x، نفكك الاقواس يبقى نص في ربع، يبقى دي كام؟ 1 على 8 تكامل 1 ماينس كوزين 2x في 1 بلس كوزين 2x اول سكوير dx. طبعا هنا يفترض تفكك القوس هنا كمان وتضرب القوس بعد الفك في القوس دوت، والناتج النهائي يتكامل اما بقانون الباور واما بقانون ضعف الزاوية. ده بالنسبة لرقم 12، يعني ممكن يطول شوية في الحل لكنه بسيط يعني ان شاء الله. 30 10 to power 5 6 to power 4، دي فكرة مكررة، احنا هناخد 6 to power 4 نفصل منها split off 6 to power 2 ونعملها DU زي اللي عملناه قبل كده مرة علينا. آخر سؤالين رقم 34 ورقم 38. عندي 34 وعندي 38. 10 to power 5 ثيتا 6 ثيتا دي ثيتا. طبعا هنا زي ما اتفقنا طالما ان التان عنده الأس بتاعه اود، فيبقى نفصل واحد تان وواحد سك، فده بيساوي تكامل tan to power 4 ثيتا في tan ثيتا في sec ثيتا دي ثيتا.
تان سيتا ثيك سيتا دي ثيتا، يبقى كل دول عبارة عن مين؟ عبارة عن دي يو. اليو بتاعهم بكام المفروض؟ اليو بيساوي سك ثيتا. طيب انا ما عنديش في السؤال كله سك، لكن عندي تان، يبقى التان دي احولها الى سك، احولها خليها يو سكوير اللي هي سك سكوير ماينس ون اول سكوير دي يو. ده كده يكون السؤال. اول شيء افك التربيع، فيبقى تكامل يو تو باور فور ماينس تو يو سكوير بلس ون دي يو، يتكامل عادي وتعوض عن اليو بسك. وده اخر سؤال في هذه المحاضرة. معلش هي طويلة شوية، لكن لان احنا قلنا مكونة من اجزاء كتيرة، مكونة من 5 اجزاء اللي هم الباور ساين اند كوزاين والبرودكت ساين اند كوزاين والتريجنومتريك ايدنتيتيز، وعندي الباور سيكنت اند تانجنت، وعندي البرودكت سيكنت اند تانجنت. والى لقاء اخر ان شاء الله.